إلى الشعب السوري العظيم، إلى إخوتنا وأخواتنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا في كتائب فاروق سوريا. في مثل هذا اليوم، في 29 من الشهر السادس لعام 2011، التأم مجموعة من إخوتكم وأبنائكم في منطقة القصير يمثلون كافة مناطق سوريا، منهم الثوريين ومنهم العسكريين. أولئك العسكريين بعضهم المنشق وبعضهم من غير المنشقين، ليوحدوا كلمتهم. فكانت كتائب الفاروق في مثل هذا اليوم تأسس أحد حوامل هذه الثورة العظيمة، واتفقوا يومها على وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة الدم والعرض في الوطن الذي سنعمل أن يكون وطناً لكل السوريين على اختلاف أثنياتهم وعرقياتهم. أدوا الأمانة، منهم من انتقل إلى رحمة الله نحسبه من الشهداء، ومنهم من ما زال ينتظر حتى ينهض بثورته من جديد. إلى أولئك جميعاً نقول إننا في كتائب الفاروق سنمضي قدماً لتحقيق أهداف ثورتنا التي أقسمنا على تحقيقها، وإننا نتطلع في سوريا إلى الحل السياسي وفق تفاهم جنيف واحد، إطاراً للعمل وفق القرارات الأممية ذات الصلة. وإننا نؤمن أن حلاً سياسياً في سوريا لن يكون إلا إذا دعمته بندقية شريفة بعيدة عن الإيديولوجيا والتحزب والتأطير، بندقية ليس لها هدف إلا حماية الشعب وصون وحدته وكرامته والدفاع عن تراب الوطن ووحدة أراضيه وطرد الإرهاب أياً كان من هذه الأرض الطيبة. وإننا نعاهدكم أمام الله أن نكون كما كنا ثابتون راسخون على شيمنا وقيمنا، مدافعين عنها ملتزمين بها. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للمعتقلين.